أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين: عودة تدريجية للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب في بعض معتمديات حيدرا بالقصرين، وأعوان شركة الكهرباء والغاز يعملون على إرجاع الكهرباء إلى المناطق المتضررة. عدد من الأشخاص بلا مأوى في مدينة سوسة، والمجتمع المدني يتدخل ويقدم لهم الإحاطة الاجتماعية والنفسية. ركود سياحي واقتصادي في سوق الربع بجربة بسبب النقص في التهيئة، ووزارة السياحة تعمل على إيجاد الحلول للحفاظ على استمرارية هذه السوق. إذن البداية من ولاية القصرين، وتحديدا من حيدرا، للوقوف على الصعوبات التي يواجهها الأهالي بالمنطقة جراء انقطاع التيار الكهربائي منذ 10 أيام. حياة تغيب عنها أبرز مقوماتها بعدد من عمادات حيدرا، تيار كهربائي ينير ليل متساكنيها ويساعد أمين على مراجعة دروسه في ظل تواصل انقطاع التيار الكهربائي على منطقته. أمين الذي يسابق الرياح إلى منزله لينجز واجباته قبل حلول الليل، مسار عليه يعيش أمين وغيره من أبناء عمادات السرية أطباق أرملة من معتمدية حيدرا منذ 10 أيام. لا عنا لا ضوء، لا ماء، لا عنا حتى شيء، لا عنا خدمة، لا عنا حتى شيء، باختصارها وعلى عين المكان ما عنا حتى شيء. عنا كان وجه ربي، ما زارنا انسان، ما تلفت لنا بشر. ما نجي نجبد في النهار، نجبد دروس، نحضر، على خاطر في الليل ما عندناش ضوء، نطلب ويرجعونا الضوء. مناطق منقطع عنها التيار الكهربائي وتغيب عنها المياه الصالحة للشرب، ولا تدخلات خففت عن متساكنيها وطأة موجات البرد المتواصلة بمعتمدية حيدرا. طاحت لنا البطوات تاع الضوء، ما يقارب يمكن 800 بطو اللي طايحة، والماء ما عادش عندنا حتى قطرة، لأن الماء يمشي بالضوء وحبسنا. إشكالات خلفتها العواصف الثلجية التي شهدتها معتمدية حيدرا خلال الأيام الماضية، وتسببت في سقوط أكثر من 100 عمود كهربائي، وتمكنت مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز من إصلاح بعض الأعطاب، ما سمح بعودة التيار الكهربائي وبذلك عودة توزيع المياه الصالحة للشرب إلى مدينة حيدرا وعدد من العمادات المجاورة. عاد التيار الكهربائي لعمادة عين دفلة، والمقاولون كذلك الآن هم يشتغلون وبصدد إعادة التيار الكهربائي للمناطق المحاذية في خط موازي للسلك الجالب للكهرباء إلى مدينة حيدرا، حتى يعود التيار الكهربائي لعمادة السرعي ومضفاة المريرة المكيم. الثورة وضرنا برشا برشا، ثم باشا معناها ضربوا لهم معناها ماكينات وكذا، ومعناها ضرنا نحن وضر المواطن، ضر اصحاب المشاريع كذا. رجع التو معناها رجع الضوء معناها بنسق معناها ضعيف وكذا. ومن المتوقع ان تشهد حيدرا وغيرها من معتمدية القصرين تقلبات مناخية جديدة وموجة برد قارصة انطلاقا من هذه الليلة، ما قد يضاعف معاناة من لا تيار كهربائي ولا مياه صالحة للشرب بمنازلهم. بعض الأشخاص اضطرتهم ظروفهم الاجتماعية القاسية إلى اتخاذ الطريق العمومي والأنهج مكانا للمبيت ليلا في غياب منازل تأويهم. حالة مأساوية بسوسة انطلقنا منها عبر هذا الروبورتاج الذي قد يعكس العديد من الحالات الموجودة بالشوارع والأنهج التونسية. وفي بادرة لشباب الخير يتم إسعاف العديد من هؤلاء ببعض الأطعمة والأغطية. ربما هو الاختيار وربما هي الأقدار التي أرغمتهم على الإقامة ليلا في الشوارع. حاولنا الاقتراب منهم علنا نعرف قصصهم وأسباب تشردهم. تردد البعض، والبعض الآخر أخفى وجهه خوفا من الصورة، والبعض الآخر هرب وقال اتركونا نعيش بسلام واللي فينا يكفينا. والله تو عندي تقريبا 3 سنين في البلاصة هذه، في النهار نمشي ندور لقت البلاستيك، لقت البابز، ولقت الخبز، ولقت حوايج نبيعها وكهو. كانت عندي دار هي باعتها في البلاد، الا غالب قضايا ربي. لو مشيت الفلوس نقموا عليه فاميلتي كرهوني على رجال الحاجه هذيك.
عندي 7 سنين دو. في البرد والسخانة و... البرد والسخانة بكله بالصيف والشتاء وكل كل شيء. عندي زمان هذيك هي حياة. المطلوب. مطلوب ماذا بينا مش بتاني موصلين. ايه 60 عام والمشي. اللي عيشة اللي بيها. أنا سعيد مواطن توها كيف سعيد. أنا فما التفاف الناس تحب ربي وكذا كذا. أنا ما يلزمنيش يكون هكا أنا ما غالب شو كان قلت. عنديش فلوس. هنا بشوارع سوسة قصص تحكي وتختزن بين طياتها يومياتها المؤلمة لأناس اتخذوا من الأرصفة مناما لهم، وبيومياتها الرحيمة لشباب الخير المحمل بأوان الطعام والأغطية وبقلوب ملؤها الحنان والدفء. حاولنا نوفر لهم أبسط حاجة اللي هي ماكلة وشراب وغطاء وجراية، اما بالنسبه للباقي اذا كان فما بالحق فما برشا ناس تحب تخدم. شراو 20 اكيد اللي ما فقناش بهم اللي مازالوا موجودين في صوص مع جماعه في الليل صافي بليزير، معناها حكايه بعد باش يحاسبني عليها ربي. في الليل نروح نرقد مرتاح، معناها اكيد مسخفون. شباب الخير شباب متطوع، مثال للجانب المشرق للشباب التونسي قاده الإحساس بالانتماء إلى هذا النسيج المجتمعي بكل فئاته المتعددة دون إقصاء. هؤلاء الشباب بريقة أمل لأناس يتألمون ولا يتكلمون. نتحول الآن إلى جزيرة الأحلام جربة وتحديدا إلى سوق ربع. هذه السوق التي تعكس تراث الجهة من خلال منتجاتها التقليدية وصناعاتها اليدوية يشكو تجارها من ركود سياحي واقتصادي نتيجة عدم التهيئة وعدم إدراجها في المسالك السياحية لعدد من الرحلات. وزارة السياحة والصناعات التقليدية تؤكد أنها ستعمل على إيجاد الحلول للحفاظ على استمرارية هذه السوق. في جزيرة جربة سوق الرباع وقلب مدينة حمص السوق النابض كما يصفه أهالي الجزيرة وزوارها، يعيش بحسب الناشطين فيه من التجار والحرفيين في مختلف الاختصاصات تراجعا مستمرا وركودا متواصلا في حركته التجارية لأسباب متعددة. هذا سوق الرباع مات، السياحة تحمت، نخدم مع وليد البلاد، نخدم مع شوية مع ليبيا، أبارسا ما عادش نخدم مع السياحة ياسر ما عادش نخدم. قلت لك التهيئة نتاع السوق ربع من جديد يشوفونا وقت خاصة صب المطر، قلت لك المحلات ثفيد فيهم فهمت البزنسة لا حديث ولا حرج. يوم يبدو 18 كيران يوميا، 18 كيران هذوما ما يدخلوناش منهم كار للسوق. أنت تشوف فيهم متعدين قدامك وتبعد روحك حتى باش تكلموا. الحرفيين والتجار اللي هو التاجر قاعد يدفع في أدات وقاعد يدفع في كذا، وبينما يجي مثلا بزنس ولا قيدة يهز ليكس ولا كراك والآخر ما يهزلاش، تولي فيها هذه مش الحرفيين زاد بيموتوا المراحل. الحرفيين هاك مساكن كان لما رحم يا ربي تو ولت حتى سلعتها، لأنه أنت ما عادش عندك باش تبيع. تهيئة السوق وحمايته من الفيضانات والقضاء على ظاهرة الاحتكار الحرفاء والسياح مشاغل في كل مرة يرفعها هؤلاء الحرفيين إلى السلطات المعنية. تعرف جربة معناها هذا سوق قديم وحمص السوق هابطة شوية، معناها حتى في القهاوي شفنا احنا كراسي وطواول يعوموا وقت الأمطار وكل شيء، لكن هذه مشكلة في تونس في كامل الجمهورية. شفنا دينرمو معناها الأمطار وقت جات في النار في حمامات ونابل شنو الدقالة عملتها، وإحنا تنشوفوا مع البلدية هوني حمص السوق ونشوفوا بيان سور، وفما حتى دي بلان قاعدة ديزيتود تخدم هوني على حمص السوق، وإن شاء الله معناها نتعاونوا في أقصر وقت باش نرجلوا كل شيء. مطالب هؤلاء التجار والحرفيين بات تحقيقها حلما من أحلامهم برأيهم، حتى يعود هذا السوق إلى ما كان عليه من نشاط في سنوات سابقة. رغم قلة التشجيعات ورغم الصعوبات الإدارية، أحد أبناء منطقة العببسية بسيدي عيش من ولاية قفصة تولى بعث مشروع لصقل الحجارة بدعم من المكتب الدولي للعمل. هذا المشروع يشغل الآن أكثر من 30 شابا وشابة ويروج منتوجه إلى عدد من الأسواق داخل تونس وخارجها. ما تتوفر عليه جبال سيدي عيش من أنواع حجارة ذات جودة ونوعية جيدة، ومن أجل تثمين هذه الثروة الطبيعية المتاحة في خلق فرص لشغل أبناء المنطقة، انطلق محمد عباسي في تنفيذ مشروع حلم له ولأبناء منطقة العبابسة بسيدي عيش بدعم من المكتب الدولي للعمل. احنا انطلقنا في المشروع هذا في 2014، قمنا بتكوين يد عاملة بعدد فوق أكثر من 30 يد عاملة،
حصلوا الوليدات معنا حتى على شهادة كفاءة مهنية وهما أصبحوا مشروع متاع مؤسسات صغرى جديدة. إيمانا منهم بجدوى هذا المشروع اقتصاديا وأهميته في تنمية المنطقة ذات الخصوصية الفلاحية، ينطلقون منذ الصباح الباكر نحو مقاطع الحجارة التي يقومون بجلبها من الجبال، تداعبها أناملهم ليصنعوا منها قوالب تستعمل في تغليف الأرصفة والجدران، على غرار تهيئة أنهج المدينة العتيقة بقفصة بالشراكة مع جمعية أحباء وادي البي. نخدم بالمترو ونبيع الحالي ونبيع الحجر. كيف نجم تعمل من مترا في النهار؟ نجم نعمل 500. عنا ثروة تصور أنت ما تصورش في المرأة. يس، أي حجرة تجيبها تخدم، لكن التشجيع ما ثماش، ما عندناش تشجيع. أنا يقلوا الحجر ويكسروه ويعاودوا يزيدوا يجيبوه في رمك ويصبوه هنا، نزيد نعاودوا نحن نقرطوه ونخدموه. معناها فيها شوية مشقة، لو كان ثم أميليوراسيون، معناها شوية تحسينات، تكون المردودية خير وتكون معناها العدد نتاع الناس اللي تخدم أكثر. نشجعوا الكفاءات الشابة أن نحاولوا نستغلوا ثروات البلاد باش ندخلوا بها أكثر موارد للبلدية. ورغم ما اعترض سبيل هذا الشاب من إشكاليات إدارية بالأساس واعتماده على وسائل عمل تقليدية، فقد نجح وفي ظرف وجيز في إيجاد أسواق عديدة لمنتجاته بمناطق مختلفة من البلاد وحتى خارج حدود الوطن. ينتظر محمد عباسي دعم ومتابعة السلطة الجهوية لتثبيت مشروعه ضمن عجلة التنمية المحلية والجهوية. دعم التنمية المحلية مسؤولية مشتركة حسب تأكيد المشاركين ضمن فعاليات الندوة الإقليمية التي نظمتها الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بيجابس. وقد تمت الإشارة خلال الندوة إلى ضرورة إسهام النسيج الصناعي بالمنطقة في النهوض بالعمل البلدي. نظمت الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بجابس ندوة إقليمية حول التنمية المحلية واللامركزية وحوكمة الموارد الطبيعية، ندوة تم من خلالها التأكيد على ضرورة تطبيق مقتضيات الدستور التونسي ولا سيما في الجانب المتعلق منه بالمسؤولية المجتمعية. هو كان بالقانون والدستور من فصل 136 ما تبقاش البلديات في جابس ضعيفة، خاطر حكما الدستور بيحل أنا مش بتستفيد من مداخيل الشركات هذه، وهذه يخش في المسؤوليه المجتمعيه نتاع الشركات. وان شاء الله معناها بالعكس ان شاء الله يطبق القانون. احنا استنينا سنين معناها مش نتمتعوا على الاقل شيئا ما من نسبه من الارباح، وان شاء الله نتوافقوا في هذا. عدد من المعنيين بالعمل البلدي اكدوا ان النهوض بهذا العمل يستدعي مساهمه فاعله من النسيج الصناعي والمجتمع المدني في دعم الجهود التي تبذلها البلديات للاستجابة لطموحات المواطنين. معناها مثلا احنا تو ولايات منجا، دونك ايفو معناها على الاقل نخصصوا نسبة حتى صغيرة من الارباح باش تشع على البلاد على الولايات، معناتها في تحسين وضعيتهم كان في الكياسات ولا في المناطق الخضراء ولا في الكليغاج ولا تحسين ليزوبيتو. حتى الصناعات الثقيلة عندنا يعني منطقة صناعية لها ثقل على مستوى وطني، لكن للأسف التشريعات الموجودة ما زالت ما تمنحش للجماعات المحلية الاستفادة على الوجه الأمثل يعني من الإمكانيات متاع النسيج هذا. يعني فما أبسط مثال يعني نجدوا الأداء المعلوم الأداء للجماعات المحلية نظرا لوجود المقرات الاجتماعية يعني متاع المؤسسات الكبرى في تونس العاصمة. يعني للأسف الجماعات المحلية ما تستفيدش معناتها على الوجه الأمثل من الأداء هذا. تعاني البلديات من إشكاليات عديدة تعيق عملها، ويرى البعض في التشاركية شرطا ضروريا لتجاوز الصعوبات التي تعترض العمل البلدي. ثقافيا، تجري الاستعدادات في قبلي الاحتضان المهرجان الدولي للأغنية البدوية بالفوار في دورة سابعة ستكون نافذة على التراث اللامادي بربوع الصحراء بعروض محلية وعربية، وذلك على امتداد 3 أيام. كشفت الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للأغنية البدوية بالفوار في دورته السابعة عن برنامجها لهذه التظاهرة، تظاهرة ثقافية ستفتح أبوابها على التراث الشعبي والموروث اللامادي بربع الصحراء على امتداد 3 أيام بعروض محلية وبمشاركة فرق عربية. السهرات الثلاثة سناء
كل واحدة منهم تمثل دولة من الدول المغاربية. ثم العروض الفرجوية المسائية ككل مهرجانات نفزاوة عروض في ساحات مفتوحة، إن شاء الله باش يكون فيها عرض ملحمي في الافتتاح، وبادرة أولى لما يسمى بمشهدية الشعر الشعبي اللي تقرن بين صوت الشاعر ورؤية الفنان للقصيدة. وجهدنا انصب حول أن كيف نحول هذا الموروث اللامادي أو هذا الغناء البدوي إلى صورة فنية مسرحية درامية تجسد في ساحة مفتوحة أمام الجمهور. مند لقراءة الموروث اللامادي قراءة بصرية مشهدية فنية أكثر منها سمعية. مند وفي مزيد التعريف بهذه التظاهرة الثقافية، اختارت هيئة المهرجان الترويج لهذا العرس الثقافي خارج حدود الوطن وبالتحديد في الشرق الجزائري. مهرجان الفوار للأغنية البدوية معروف، أصبح معتها عنده شهرة فاقت الحدود وخرجت إلى البعد الدولي، وهذاك علاش ندعموهم ونعمل على إنجاح هذه الدورة، ونوجه الدعوة لهواة الفن البدوي لزيارة الفوار ومدن ولاية قبلي بصفة عامة. استعدادات مهمة من كافة الأطراف المتداخلة لإنجاح هذا العرس الثقافي بمعتمدية الفوار. هذه التظاهرات قاعدة تتطور وقاعدة تنجح، ومسؤولية أنك تحافظ على نجاح التظاهرات هذه وتطورها هي مسؤولية كبرى. إن شاء الله نكون في المستوى ونحاول أن ندعم المشهد الثقافي. نحن نساهم بما وسعنا من تأمين من معاينة الساحات التي ستقوم فيها العروض. هذا كل دورنا نحن نقوم به على أحسن وجه بتعاضب على الإخوة الأمنيين والحماية المدنية والصحة. المهرجان الدولي للأغنية البدوية بالفوار من التظاهرات الثقافية الكبرى بولاية قبلي، ينتظر من خلاله منظموه أن يساهم في مزيد إشعاع ربوع نفزاوة لما تمتاز به بولاية قبلي من مخزون شفوي مهم. في صفاقس مثلت البنية التحتية والشباب أهم محاور مجلس جهوي حول الشباب والرياضة تعهدت خلاله وزيرة الرياضة ببعث مدينة رياضية هذه المدينة التي قد تسهم في حل معضلة غياب المؤسسات الشبابية بالجهة. من أبرز الإضافات في البنية التحتية الرياضية في الجهة قاعة متعددة الاختصاصات بجزيرة قرقنة، تابعت وزيرة الشباب والرياضة تقدم أشغالها في انتظار المشروع الكبير الذي يحلم به رياضيو صفاقس المدينة الرياضية. ماهيش باش تقعد حلم وماهيش تقعد على الورق، وصفاقس هي تستحق المدينة هذه وأكثر من مدينة وماشيين فيها وماناش مسلمين فيها. اتفقنا كم السلطات الجهوية الكل متواجدين مع الإطارات نتاع وزارة الشباب والرياضة والإطارات الجهوية ممثلة من السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بولاية صفاقس، حلينا براتيكمون بالنسبة للمشاريع المعطلة جل من المشاكل. مشينا زادة للمشاريع اللي هي مزمع إنشائها إن شاء الله في 2019 بالنسبة في إطار الشباب والرياضة لولاية صفاقس، واخذينا زادة مقترحات اللي هما متاع السادة النواب متاع رؤساء البلديات متاع المسؤولين في الجهة مثلين في بعض سورتو في ملاعب الأحياء في البلديات الجديدة. البنية التحتية الرياضية والشبابية كانت ضمن المواضيع التي تداولها المجلس الجهوي للشباب والرياضة بإشراف الوزيرة المعنية، حيث تطرق المتداخلون ومن بينهم نواب الشعب إلى تدهور واهتراء المؤسسات الشبابية، وما أسماه البعض التجاهل الذي طال الرياضة والنخبة الرياضية في صفاقس. نخدم وحدنا نطلع البطولات العالم على حسابنا الذاتي، معناتها على حساب جيوبنا نمشي ونشاركوا في بطولات مثل راية تونس ما غير معناتها حتى دعم. اليوم معناتها نحب نشوفوا حل المسألة هذه، خاصة جيتنا بطولات عالمية أخرى. نأكدوا أن راه ضرورة إطلاق يد الوزارة، إطلاق يد الحكومة على مستوى التخطيط في المخططات وعلى مستوى الميزانيات، حتى تكون الميزانيات هذه في مستوى ولاية فيها مليون ساكن. شوف الأوضاع متاع معتمدياتنا الداخلية، معناتها الدور الشباب تكاد تكون مفقودة وإذا موجودة مهجورة. قطاع الشباب والرياضة في صفاقس ومن خلال مجريات المجلس الجهوي يحتاج إلى قراءات أخرى أبعد من حدود العاصمة ومعالجة جديدة تلامس بإلحاح حجم الميزانية المخصصة لمجال يعد أحد جبهات مكافحة الإرهاب والتطرف والانحراف.
نواصل مع الرياضة، حيث انتظمت بساقية سيدي يوسف فعالية الدورة المغربية المدرسية 38 للعدو الريفي، وقد شارك فيها عداؤون من تونس ومن المغرب والجزائر. دورة كشفت مدى محدودية الإمكانيات التونسية في هذا المجال مقارنة بالعدائين الجزائريين والمغاربة. سيطر العداؤون المغاربة على فعاليات الدورة المغاربية المدرسية 38 للعدو الريفي التي احتضنها المضمار المغاربي بساقية سيدي يوسف في إطار إحياء الشعبين التونسي والجزائري للذكرى 61 لحوادث ساقية سيدي يوسف. يوم الدورة 38 للدورة المغاربية للعدو الريفي المدرسي بحضور 3 فرق من تونس والمنتخبات الوطنية بتونس والجزائر والمغرب. الحقيقة أجواء متميزة جدا. اليوم الساقية مرة أخرى تضرب موعد مع اللقاء التحابب، لقاء التأخي، لقاء الرياضة، أنه على الأقل في المناسبة دي اليوم إصرار كبير ياسر على متانة العلاقات بين الدول المغرب العربي. احنا جد سعداء بتواجدنا ككل مرة في الساقية في هذا السباق المغاربي اللي من خلاله كيتم احتكاك ديال الشباب المغاربي بعض البعض. ماشي أول مرة يعني رانا نشاركوا يعني مع الإخوة التونسيين والمغاربة لتجسيد يعني الروح أخوية وللذكرى هذه العزيزة علينا احنا كاحنا كتونس، ورانا مسرورين يعني وإن شاء الله نتمنى وتتحسن هذه الدورة من سنة إلى سنة. العداؤون المغاربة تحصلوا على 4 ميداليات ذهبية و4 فضية و3 برونزية في أصناف الأدان والدنيوات والأصغر والصغريات، فيما آلت الميدالية البرونزية في صنف الأدان للمنتخب الجزائري، إلا أن نتائج العدائين التونسيين ظلت دون المأمول. شيء إن شاء الله مشي على خير ما يرام، تبقى نتائج مازال عنا ما برشة 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 خدمة باش نوصلوا للمستوى متاع العدائين المغاربة والجزائريين. إن شاء الله زوج السباقات اللي مازالوا إن شاء الله تتحسن النتائج، لكن يلزمنا آليات جديدة ويلزمنا نخدم على رواحاتنا. إحياء هذه الذكرى تضمن كذلك تنظيم مسابقات في التايكواندو والشطرنج والكاراتيه وكرة السرعة، وكانت مناسبة للتنافس بين العدائين والرياضيين من مختلف بلدان المغرب العربية. هكذا إذا نصل إلى ختام النشرة، ونذكركم بعناوينها: عودة تدريجية للتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب في بعض معتمديات حيدرا بالقصرين، وأعوان شركة الكهرباء والغاز يعملون على إرجاع الكهرباء إلى المناطق المتضررة. عدد من الأشخاص بلا مأوى في مدينة سوسة، والمجتمع المدني يتدخل ويقدم لهم الإحاطة الاجتماعية والنفسية. ركود سياحي واقتصادي في سوق ربع بجربة بسبب النقص في التهيئة، ووزارة السياحة تعمل على إيجاد الحلول للحفاظ على استمرارية هذه السوق. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.